بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الدروس القيمة، والتي أسأله أن يجعلها في موازين حسناته وينفعنا بها، إنه سميع مجيب. فضيلة الشيخ، أستأذنكم بقراءة بعض هذه الأسئلة التي وردت إلينا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الأقباط واليهود والنصارى، وهل للأقباط رسول، وما هو دينهم؟ الأقباط هم جماعة فرعون، جماعة فرعون من أهل مصر، لأن كان في مصر على عهد فرعون طائفتان: طائفة الأقباط وهم الذين منهم فرعون، وطائفة بني إسرائيل الذين هم من أولاد يعقوب عليه السلام. نعم، أحسن الله إليكم. ليسوا نصارى، الأقباط في الأصل ليسوا نصارى، لكن فيما بعد دخل منهم من دخل في النصرانية، تنصروا فيما بعد.